أن تقول نفسي يا حسرتا يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على أصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على أحباب لا يشفعوا يا حسرتا على عمر مضى وزمان ولى وانقضى يا حسرتا إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان يا حسرتا يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرتا إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتا على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرتا يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والنصر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاة أضعتها يا حسرتا على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا تلبست بها يا حسرة إذا كذب الديوان فعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرة وهل تغني الحسرات يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات يا حسرة يوم لم أشكر النعم يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرة يوم لم ينهج لساني بذكره يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت سر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرتا يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات راديات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرتا ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله إن كنت مستطيعا يا حسرتا